السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل ربي لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يفرج كربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأن يبارك لنا في بلدنا مصرنا وأن يبارك لنا في حكومتنا وولي أمرنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يعجل بفرج مصرنا وأمنها. اللهم إنا ندعوك ونسألك يا الله، يا من بيدك ملكوت كل شيء، عجل بفرج مصر، عجل بأمنها، عجل باستقرارها يا رب. رخص أسعارنا، اللهم أرخص أسعارنا وبارك لنا في خيرات بلدنا. اللهم بارك لنا في مائنا وزرعنا، في طعامنا وشرابنا، بارك لنا في أولادنا وبناتنا، أنجح أولاد المسلمين واجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم بارك لهم في مذاكرتهم وعلومهم. اللهم اجعل الامتحانات والاختبارات عليهم ميسرة يا رب الأرض والسماوات، اجعل الاختبارات والامتحانات عليهم ميسرة يا رب العالمين. متع الآباء بالأبناء وأسعد الأبناء بالآباء. إخوتي أحبتي، كم أنا حزين على مصرنا، وكم أنا سقيم مريض بسبب حالنا وأحوالنا. قلنا إننا بعد الاستفتاء سيأمن الناس وسيرجع كل واحد إلى عمله، ثم قلنا أن يعرف كل واحد منا واجبه. أعرف ماذا علي، أعرف ما يجب علي، نرجع إلى وظيفتنا الأصلية، مهمتنا. الطالب عليه أن يذاكر، العامل عليه أن يشتغل في عمله، المزارع عليه أن يجد في زراعته، الوزير عليه أن يعجل برجوعه إلى وزارته ويحكم عملها وينظم أمورها. كل واحد يعرف وظيفته. ما الداعي إذن لأن تثار البلابل؟ ما الداعي إذن للاختلاف والتفرق؟ في كل يوم
نسمع عن حزب جديد ويفرح الناس بالحزب الجديد ويأمل الناس في هذا الحزب خيرا أو في غيره خيرا، وكل هذا في ظني وفي رأيي بل هو كلام الشرع وكلام الأئمة والعلماء، هذا يفرق الأمة ولا يجمعها، هذا يشتت الكلمة ولا يؤلف بينها، هذا يفرق الأخ عن أخيه، يفرق الأخ عن أخيه، ويفرق القريب عن قريبه، ويفرق الجار عن جاره، لأنه ربما في البيت الواحد ينضم هذا إلى حزب وذاك إلى حزب، ربما ينتمي هذا إلى حزب وذاك إلى حزب، ثم يقول إننا نتعاون، إننا نتكاتف. لو كان كلامنا صح، ولو كان كلامنا صواب، ولو كانت نيتنا صافية لتآلفنا، قوينا الأحزاب السابقة ودعمناها لو كانت نيتنا صادقة. فلماذا ننشئ حزبا جديدا؟ هل أنت راض عن الحزب الأول؟ ولما أنت راض عنه وتقول إنك ستتعاون مع سائر الأحزاب، فلماذا أنشأت حزبا؟ كلام كلام، ونزداد تفرقا ونزداد عداوة. وأنا قلت في المرة السابقة، من يفرح بإنشاء الأحزاب وتعددها وتنوعها واختلاف مشاربها، أقول له أنت عند الانتخابات، عند التصويت والانتخابات، وأنت تقول أنك ستتعاون مع سائر الأحزاب وتكون تحالفا، طب لماذا لم تكون تحالفا من داخل الحزب؟ لماذا تكونت تحالفا تحت مسمى من المسميات؟ ربما أن لك غرض، وربما أن لك هدف، لكن كلمني واقنعني وكن صادقا مع نفسك ومع إخوانك ومع مجتمعك ومع سائر الأحزاب التي تقول إنك ستتحالف معها. هل أنت راض عن الحزب الأول الذي ستتحالف معه؟ فلماذا أنشأت حزبا آخر؟ وإن كنت غير راض عن الحزب الأول، فلماذا تتحالف معه وأنت غير راض عنه؟ كلام يقطع القلب، كلام يمزق الأمة. ليتنا نلتف جميعا وراء حكومتنا وراء ولي أمرنا، ليتنا نلتف جميعا وراء من فوضنا لهم أمورنا واخترناهم ليقودوا شؤوننا. ليتنا لما التفرق والاختلاف والتحزب؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إن الله عز وجل لا ينصر الأمة بما حرم عليها، إن الله لا ينصر الأمة بما حرم عليها. الله حرم على الأمة التحزب والأحزاب. قالت السيدة أم سلمة في فتنة أمير المؤمنين عثمان، لما قامت الفتنة نادت من وراء الحجاب وقالت: إن رسول الله، إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه وتحزب، إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه وتحزب. يقول ابن القيم: إن الله لا ينصر الأمة بما حرم عليها. لقد جعل الله أمة الإسلام حزبا واحدا، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أما الأحزاب فليست من دين الإسلام بما جاء في كتاب ربنا عز وجل. وإن قلت لي إنه تفرق، إنه تحزب، إنها أحزاب تختلف لكنها لا تتقاتل ولا تتحارب، أنا أقول في الانتخابات هل تظن أن عضوا في حزب يقول للناس انتخبوا الحزب الآخر؟
أم أنه يقول انتخبوني انتخبوني أنا أولى لكم؟ إن الله لا ينصر الأمة بما حرم عليها ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كما أن النبي أخبرنا أنه لا يتداوى بالخمر، وإن قال لك بعض الأطباء إن الخمر تنفع في أمراض الكلى، قال نبينا لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، كذلك لن ينصر الله الأمة فيما حرم عليها. وأنا لا أريد أن أقول كلام ربما لا أحبه ولا أريده ولا أسعى فيه ولا أتكلم عنه، لكنني أعلم يقينا أنكم جميعا تحبون رسول الله، وأنكم جميعا تحرصون على مرضات الله وطاعة رسول الله، ومحبتنا للنبي وطاعتنا لله ولرسوله تبدأ بمعرفتنا بنبينا، ومعرفتنا بنبينا تستوجب علينا أن نحب نبينا وأن نحب آل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بآثارهم وسيلة، والعمل بسناتهم فضيلة، والعمل بهديهم منقبة جليلة. حبهم سنة والاقتداء بهم قربة والدعاء لهم قربة والاقتداء بآثارهم وسيلة وفضيلة نتقرب بها إلى الله عز وجل. أحبتي في الله، يعلم الله أني أعلم أنكم تحبون رسول الله ربما أكثر مني، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم حب رسول الله، وأنا لا أحب المزايدة في حب النبي ولا آل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أنا إلا واحد من المسلمين. لكني علمني ربي أشياء فأحب أن أعلمكم إياها، ولا أقول ولا أدعي أنكم تجهلون هذا، لكني أقول إنها تغيب عنا أحيانا، تشغلنا المشاكل والهموم، تشغلنا ما نعيش فيه من أخبار وأنباء، الكل يجري وراء الأخبار والأنباء، كم أسعار الخضار، كم أسعار الفاكهة، كم أسعار الدولار، كم أسعار اليورو، الكل يتساءل، الكل ينام ويحلم يتمنى أن تنزل الأسعار أو أن تتحول الأخبار أو أن نسعد في الديار. يا ليتنا نسعد في بلدنا، نسعد بأمننا، برخص أسعارنا. أسأل ربي عز وجل أن يعجل بفرج مصرنا بلدنا بحوله وقوته، وخير الغافرين. أحبتي في الله، مع آل بيت رسول الله نعيش، نتعلم، نعرف، نتعرف عليهم لنزداد حبا للنبي، ونزداد اتباعا للنبي وآل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن قد وصلنا إلى منتهى الكلام في عمات النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وعرفنا أن للنبي ست عمات: صفية وأروى وعاتكة وأم حكيم وأروى وبرة. للنبي صلى الله عليه وسلم ست عمات. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أبو الفاضل؟ حياك الله أخي العزيز، بارك الله في علمك وجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. الله يبارك فيك يا أخي. معلش سؤال غير موضوع الحلقة بالله، يعني فضل. لي صديق يريد أن يتزوج بفتاة، ولكن نريد أن نعلم إذا كان أخوه رضع من أمها فهل يجوز زواجهما أم لا؟ طيب السؤال،
السؤال صديقي يريد أن يتزوج بفتاة. أنا أسأل، أنا أسأل، أخوه هو الذي رضع معها من أمها؟ لا، رضع مع أختها الأصغر منها. وهو الذي يريد أن يتزوج بأختها؟ أي بأختها الأكبر منها. ولو، يبقى يحرم عليه لأنه اجتمع معها على ثدي واحد، فهو تغذى بلبن أمها وهي تغذت بلبن نفس الأم، فهي أخته من الرضاعة. اللي رضع هذا يحرم عليه أن يتزوج بأي واحدة من بناتها. والله تعالى أعلم، وبارك الله فيك. مع عمات نبينا نسعد، ومع عمات نبينا نعيش. وأنا مرادي من الكلام عن عمات النبي هو أن نعرف كيف كانت البيوت تنشأ، كيف كانت البيوت تقام، كيف كان النبي يربي نساءه وبناته وحفيداته، بل كيف كان يحرص على صلة أرحامه والإحسان إليهم أو إليهن رضي الله عنهن. تكلمنا واتفقنا أن جمهور أهل العلم قال إن صفية عمة رسول الله قد أسلمت، واختلف أهل العلم في إسلام أروى وعاتكة، والراجح أنهما أسلمتا. يبقى أسلمت صفية، أسلمت أروى، أسلمت عاتكة. نحن اليوم مع الرابعة من عمات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها البيضاء، أم حكيم، أم عامر، الهاشمية، القرشية، إنها جدة أمير المؤمنين، الحيي الأمين، ثالث الخلفاء الراشدين، أحد العشرة المبشرين، ذي النورين وزوج البنتين. جدة من؟ تاني. نحن اليوم مع عمة النبي الرابعة، أم حكيم، البيضاء، أم عامر. نحن مع الرابعة، أم حكيم، البيضاء، أم عامر، جدتي ذي النورين وزوج البنتين، الحيي الأمين، ثالث الخلفاء الراشدين، أحد العشرة المبشرين، إنها جدة أمير المؤمنين عثمان. إذن عثمان أمير المؤمنين، ابن حفيدة عمة النبي، هو حفيد عمة النبي، عثمان حفيد عمة النبي. سنأتي وسنتكلم حتى نعرف البيوت كيف كانت تتكون في زمن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنا وأنتم لحبنا لنبينا نحب أن نعرف كل شيء عن آل نبينا، بل عن نساء نبينا. وأنا أريد أن أعجل في الكلام لأني أريد أن أنتقل إلى موضوع هو من صميم كلامنا عن آل بيت نبينا. نتكلم عن المدرسة النبوية، نتكلم عن المرأة في الإسلام، لأن الكثير من الناس في هذا الزمان يثير شبهات حول الدستور الجديد، ويقول إنه ما يهتم بالمرأة، بل إنه يطعن في دعاة الإسلام، بل إنه يطعن في دين الإسلام، لأن الإسلام لم يهتم بالمرأة، ولأن دعاة الإسلام لم يهتموا بالمرأة، ولأن الدستور الجديد لم يتحدث عن المرأة. سنتكلم كيف أن الإسلام أعظم شأن المرأة، وهذا موضوعنا الذي سننتقل إليه إن شاء الله تعالى، مع موضوع جميل شيق، مع صانعات الرجال، مع صانعات الرجال ومربيات الأجيال، مع ذاك الجيل الذي رباه النبي. نعيش إن شاء الله بعد كلامنا عن نساء بيت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
حي الله سماحة الوالد الكريم المبارك، أسأل الله أن يطيل في عمرك وأن ينفعنا بعلمك وأن يجزيك عنا خير الجزاء. والله أنت تمتعنا بهذه الحلقات يا شيخنا الجليل، ونشعر والله أننا ندخل حقيقة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تحدثنا، فأسأل الله أن يجزيك عنا وعن أهلينا خير الجزاء. أسألك بالله يا شيخي أن تدعو لابني حمزة لأنه عنده ضيق في التنفس، وأنا دائما أقول الدعاء خير من الدواء، فبالله عليك أن تدعو له ويؤمن المشاهدين، فأنت إن شاء الله مبارك ونحسبك ولا نزكيك على الله، نحسبك مستجاب الدعوة، وجزاك الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله. الله يعزك. أما أني مستجاب الدعوة وأما أني مبارك فهذا علمه عند ربي، أسأل الله عز وجل أن يجعلني عند ظنك وأحسن من ذلك، وأسأل الله أن يتقبل منك هذا الثناء الحسن، وأسأل الله أن يعافي ولدك حمزة وأن يعدل بشفائه شفاء لا يغادر سقما. أسألك يا الله، أسألك يا الله أن تمسح على ولده حمزة، أسألك يا الله أن تمسح عنه المرض وأن تذهب عنه الداء وأن تفسح له في صدره وفي نفسه، وأن تبارك لجميع أولاد المسلمين في صحتهم وعافيتهم، وكذلك سائر المسلمين يا رب العالمين. أيوة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ حياك الله. الوقت انا عايز اسالك سؤال، بس فضل جماعات التبليغ. نعم. هي مثلا يعني لها فضل والسلفيين والاخوان والتبليغ يعني؟ كل هذه مسميات كلها تدخل تحت اسم الاسلام، فهذه كلها ما هي الا فصول دراسية في مدرسة واحدة، هي مدرسة الإسلام، أو في مدرسة واحدة هي مدرسة الإسلام، فهذه كلها يكمل بعضها بعضا ولا يستغنى بعضها عن بعض، لأنها لا تدعو إلى التفرق ولا إلى التحزب، ولا تدخل انتخابات وتنادي. ما فيش واحد يقول أن هذه تشبه الأحزاب، لا، الأحزاب هناك عضوية وهناك مسؤول وهناك انتخابات وهناك حب وولاء وبراء وهناك طمع في النجاح والفوز، أما هذه كلها ليس فيها لا بيعة وليس فيها عصبية وليس فيها دخول في الانتخابات، فما علمنا أبدا أن جماعة أنصار السنة دخلت الانتخابات تحت مسمى أنصار السنة، ولا الجمعية الشرعية دخلت الانتخابات تحت مسمى الجمعية الشرعية، ولا جماعة التبليغ ولا جماعة الإخوان ولا شيء من هذا، إنما هذه جماعات دعوية هي وسائل في الدعوة إلى الله عز وجل. كل دعوة أو كل اسم من هذه الأسماء اهتم بجانب من جوانب الدعوة، وكلها يكمل بعضه بعضا بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله في عمرك يا رب يا شيخ سعد. عايز أقول اللهم اشفي حمزة ومرضى المسلمين. الله يبارك فيك. ورضي الله عن الأمة حكيم وعن نساء بيت النبوة أجمعين. وعندي سؤال، بس ممكن أقول دعاء قبله؟ تفضلي. اللهم اجعلنا على الحق دائمين وبالأسباب قائمين وبالخير مستبشرين وبسيدات بيت النبوة مقتدين وعلى البلاء صابرين شاكرين وبأنس الله مستمتعين وبذكر الله مداومين ولسبل الخير والتقوى سالكين ولإعلاء كلمة الله موفقين ولمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم متبعين ولقبول أعمالنا عند ربنا راغبين. اللهم أمين. ممكن أقول السؤال؟ تفضلي.
هل يجوز لي من باب التصديق التام للحبيب صلى الله عليه وسلم أن أقول لو أن الحبيب المصطفى بيننا الآن وقال لي أنت باسمك الثناء لقلت له نعم حقا وصدقا وعدلا، لأنه لا ينطق عن الهوى وأحسن الظن وأستبشر وأقول في نفسي ربما مش ثناء لكن ثناء وصفاء ونقاء بفضل ربي، هل يجوز؟ الله يبارك فيك. أما هذا السؤال فلا أدري له جوابا، لكننا نقول دائما لو أمرنا النبي لأطعنا، لو أمرنا الله قبل النبي لأطعنا، فنحن تحت الأمر والنهي نطيع الله عز وجل ونطيع رسوله، وأطيع الله وأطيع الرسول وأطيعوا الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلو أن الله أمرني، لو أن رسول الله أمرني أنا أأتمر بأمر الله. وبارك الله فيك. أبا أيمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ سعد؟ حياك الله يا أبا أيمن. أبو آية وما شاء الله بارك الله لك في آية، تفضل. الله يا عم الشيخ سعد، والله اشهد الله انا بحبك في الله، ولو رأيتك لقبلت اليك ورجليك. والله الله يعزك يا اخي، لان والله انت في مقام والدي. كرمك الله وبارك يا فيك يا شيخ سعد. لو سمحت اسال لحضرتك، تفضل. هل يجوز اقول اللهم ارزقني من الولد اهب الحفظ كتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ايش تاني السؤال؟ اعد. هل يجوز اقول اللهم اوهبني الولد أوهبه الحفظ كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ندعو ربنا عز وجل، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا عز وجل أمرنا أن ندعو بإنجاب الولد وأن يكون ولدا صالحا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ندعو الله عز وجل أن يرزقنا الولد وأن يكون صالحا وأن يكون لنا ذخرا وأن يكون لنا سندا وأن يكون لنا عونا وأن يرزقنا حفظ الكتاب وأن يرزق أولادنا حفظ كتابه بحوله وقوته. يا عم الشيخ سعد؟ نعم. بالله عليك أنا إن شاء الله أنجي لي الولد، يعني استحلفك بالله اللي انت تدعي لي ربنا يجعله من حفظ الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا يجيبهن على خير. امين يا رب. اسال الله عز وجل ان يرزقك الولد الصالح وسائر المسلمين اجمعين، وان ينبته نباتا حسنا، وان يجعله ذخرا لك في الدنيا، وان يجعله عونا لك في الدنيا، وان يجعله سندا لك في الدنيا، وان يجعله عاقبه خير لك ان شاء الله. نعم. نرجع إلى عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اتفق أهل العلم على أن صفية أسلمت، واختلفوا في إسلام أروى وعاتكة، والراجح أنهما أسلمتا، واختلفوا في أميمة وبرة وأم حكيم، واختلفوا في أميمة وبرة وأم حكيم. نحن اليوم مع أم حكيم. جمهور أصحاب السير والتراجم قالوا إن أم حكيم ماتت قبل مبعث النبي، يبقى لم تسلم لأنها لم تدرك بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي من؟ هي أم حكيم البيضاء، بنت من؟ بنت عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، فهي عمة النبي، وهي أخت أبيه لأم وأب. أبو النبي عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب، هي أخت أبي النبي من أم وأب، فهي أخت عبد الله وأخت أبي طالب، مش كده بس،
هي أخت أب النبي من أم وأب وتوأم النبي، هي توأمة أب النبي، توأمة أبي رسول الله عبد الله، فهي وأبو رسول الله عبد الله توأمان، فهي أخت أبي النبي من أم وأب، أبوهما عبد المطلب، أمهما فاطمة بنت عمرو ابن عائذ المخزومية، فهي عمة النبي يعني شقيقة أبي النبي من أمه وأبيه، ثم إنها توأمة أبي النبي صلى الله عليه وسلم، نشأت في بيت المكارم والفضائل، نشأت في بيت عبد المطلب في مكة سيد بني هاشم، بل إنه من سادة قريش، وترعرعت ثم تزوجت. أم حكيم تزوجت برجل يقال له كريز ابن ربيعة ابن عبد شمس، كريز ابن ربيعة ابن أمية ابن عبد شمس، تزوجت برجل في الجاهلية هو كريز ابن ربيعة ابن عبد شمس، أنجبت من الأولاد عامرا وكانت تكنى بأم عامر، تزوجت بكريز ابن ربيعة ابن عبد شمس فأنجبت له عامرة وأروى وطلحة. طب إيه الفائدة؟ أنت بتقول هذا الكلام لماذا؟ حتى تعرف هذه واحدة ممن ربت لنا، ربت لنا من؟ ربت لنا عامرة وربت لنا أروى. طيب عامر ابنها من هو؟ عامر هذا والد عبد الله الأمير، له منقبة عظيمة، عبد الله بن عامر، جدته البيضاء عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعثمان ابن عفان جدته البيضاء عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أم عثمان كانت تقول لوالد النبي يا خال، فمحمد ابن خالها وهي بنت عمته أروى بنت كريز، وعامر ابن كريز. عامر هذا أسلم في عام الفتح، وعبد الله ابنه اللي هي جدته البيضاء ولد في آخر الإسلام، أدرك مع النبي 4 سنوات أو 5 سنوات، قيل إنه ولد بمكة رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله ابن عامر ابن كريز، عبد الله ابن عامر ابن كريز، عامر ابن البيضاء، أنجبت جدته كانت موجودة، ثم أنجبت عبد عامرا، وعامر هذا عاش حتى فتح مكة وأسلم يوم الفتح. وأروى أم عثمان التي أنجبت لنا عثمان بن عفان، عامر هذا أنجب ولدا يقال له عبد الله. في سنة 7 من الهجرة دخل النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمرة القضية، فولد عبد الله بن عامر، عبد الله ابن عامر يعني حفيد البيضاء عمة النبي، ولد عبد الله بن عامر، فحمل عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 سنوات، حمل إلى النبي، فلما رآه رسول الله قالوا هذا حفيد البيضاء عمتك، حفيد البيضاء عمتك، فأخذه النبي وعوذه يعني قرأ عليه المعوذات، وحنكه يعني جعل شيئا في حنكه، وقيل إنه تفل في فمه وهو صغير، فالغلام بلع ريق رسول الله وتلمض،
يعني أول ما النبي تفل صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفل في فمه وهو طفل صغير لسه مولود، فبلع ريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفتح عينيه وقعد كأنه بيمص حاجة جميلة. طبعا ريق رسول الله كيف يكون، إنه أحلى من العسل. إن كان أنس وإن كانت أم سليم تقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن عرقه أطيب من المسك، أن عرق النبي أطيب من المسك، وكذلك ريق النبي أحلى من العسل. فلما تفل النبي في فمه وهو يعوذه، الصبي الطفل بلع ريق رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الرضيع يشبهنا، يشبهنا بني عبد المطلب، ما يشبهش أمه، لا يشبه أخواله، بل إنه يشبه أخوال أمه، بل يشبه أخوال أبيه، فهو يشبه آل عبد المطلب. قال النبي إنه يشبهنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم لما رآه يبلع ريقا رسول الله قال النبي إنه لمستقى، يعني يسقيه الله لأنه أحب ريق رسول الله. قال عنه ابن الأثير قال فكان إذا أصلح أرضا نبع الماء منها، مجرد ما يفحر في الأرض كده يخرج الماء، لأن رسول الله قال إنه لمستقى، يعني يسقيه الله عز وجل. وقال عنه النبي إنه يشبهنا. من هذا؟ هو عبد الله بن عامر، حفيد البيضاء، حفيد عمة النبي. عبد الله هذا يسمى الأمير، يلقب بالأمير. لما جاءت خلافة أمير المؤمنين عثمان، لأنه ابن خال عثمان أمير المؤمنين، لما تولى الخلافة ولاه عثمان أميرا على البصرة سنة 29 هجرية، وكان عمره 24 سنة وهو أمير البصرة، وتولى جيش المسلمين في فتح بلاد فارس حتى فتح بلاد خراسان كلها. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. نعم. مرحبا شيخ سعد. حياك الله. حياك الله، إني أحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الذي أحببتنا فيه. تفضل. أعزك الله، والله أنا النهاردة يا شيخنا معلش طلب بسيط، جيت لحضرتك لعند القناة. نعم. إحنا جينا النهاردة أنا من البحيرة. نعم. مركز المطامير. نعم. وجيت لحضرتك النهاردة لحد القناة، كان لي شرف أن ألقاك يعني. الله يعزك يا أخي، بارك الله فيك، أسأل الله أن يشرفك. بارك الله فيك. شرفك الله إن شاء الله. بارك الله فيك. والله يا شيخنا عندنا مسجد، يعني أتوقع أنا أكلمك في موضوع يعني استكمال مسجد. طيب بعد الحلقة إن شاء الله، بعد الحلقة نتصل بإذن الله. السلام عليكم. بارك الله فيك. أقول تعالوا بنا إلى أم حكيم التي تزوج بكريز بن ربيعة بن عبد شمس، فأنجبت عامرة الذي أسلم عام الفتح، وعامر أنجب عبد الله الأمير، كان يقال لعامر والد الأمير، الأمير علم، الأمير يتولى إمارة البصرة، وهو الذي قسم شوارعها، وهو الذي بنى معالمها، وهو الذي حفر آبارها، وقاد جيش المسلمين لفتح بلاد فارس، ففتح بلاد خراسان كلها جميعها. ولما من الله عليه بالفتح أراد أن يشكر ربه، فخرج معتمرا من بلاد العراق حتى وصل
إلى الكعبة ليشكر الله عز وجل أن من عليه بنعمة الفتح، وكان كريما جوادا سخيا، كان محمود المنقبة والولاية والإمارة، لأنه على يديه عمرت البصرة والكوفة، بل عمرت بلاد الشام، وفتح الله على يديه الفتوح. هذا هو من؟ هو حفيد البيضاء. أقول إنهن صانعات الرجال، إنهن مربيات الأجيال. المرأة في الإسلام دورها عظيم ولها مكان عال. أميمة وحفصة وصفية وأم حكيم كلهن كن شاعرات، وعاتكة كلهن كن شاعرات، فهي حسنة اللسان عظيمة الكلام، شاعرة شاعرة عجيب شاعرة. كانت تجيد الكلام، حسنة اللسان، شاعرة. قيل كما ذكر ابن سعد في الطبقات أن أبا طالب لما وافته المنية، لما مرض وأوشك أن يموت، جمع بناته الست وقال لهن: ابكين علي، إن عيني حتى أسمع ماذا تقولون بعد موتي، أو ما تقلن بعد موتي. جمع بنات الست وقال لهم: ابكوا علي كده، نعمل بروفة، لما موت هتقولوا إيه، هتعملوا إيه، أريد أن أسمع لكي أموت وأنا مستريح. شيء عجيب، وصية عجيبة. وهذه الوصية ربما يفعلها بعض الناس ويريدها بعض الناس. بعضهم يقول: لما أموت عايز تعملوا لي جنازة أو جنازة ما حدش عملها قبل كده، الناس تتحدث عنها جميعا، وبعدين تدعو كبار القوم وسادة الناس حتى تكون جنازة لا مثيل لها، وتعملوا لي صوان كبير، وتجيبوا أعظم المقرئين، وتذبحوا الذبائح، أريدها أن تكون جنازة مشهودة محضورة محشود لها حتى يتحدث الناس بها، فيقال جنازة فلان، عشان أموت وأنا مرتاح، أموت وأنا سعيد. الرجل في الجاهلية كان يقول لابنته: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. لما موت عايزك تعملي عمايل، وصية، تشق الجيب، تصرخي، تندبي، تقطعي الدنيا. وصية غريبة عجيبة. بدلا من أن يقول لهن: لا أريد أن تنوح علي نائحة، كما قال أبو موسى وعمر بن العاص وجميع أصحاب النبي، كان أحدهم إذا قبل أن يموت يوصي ألا تتبعني نار ولا مبخرة ولا نائحة ولا ناشرة ولا شيء من هذا، لا تتبعني نار ولا مبخرة ولا نائحة ولا شاقة ولا صاكة ولا نادبة، لا تتبعني. هذه الوصية في الإسلام. حتى أن أبا موسى لما أوصى بهذا
قال له أهله وأصدقاؤه وأصحابه: سمعته من رسول الله؟ قال: نعم نعم، هذه وصية النبي. لكن أبا طالب وأهل الجاهلية، وهذه من صفات أهل الجاهلية، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر المرأة من ذلك، حذر المرأة من الصك والشك والشق، يعني شق الجيب، والصق يعني لطم الوجه، والدعوة بدعوى الثبور، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية بالويل والثبور، أي الهلاك والفناء والويل، وليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. هذا الرجل يوصي ابنته أن تنعيه، فيقول: إذا ما مت فانعيني بما أنا أهله. عايزك تقول الأمجاد، تذكر البطولات، كما يفعل الناس الآن في النعي المحرم: فلان كذا وكذا، ويذكره المناقب اللي عمل كذا وكذا وكان كذا وكان كذا، وأخوه فلان وأخت فلانة وبنت أخت فلانة وبنت أخوه فلان وجاره فلان. كلام هذا من النعي الذي نهى رسول الله عنه. يقول: لما أوشك عبد المطلب على الوفاة جمع بناته الست وقال: انعيني حتى أعلم ما تقلن بعد موتي. كل واحدة قدمت ما عندها، بدأت بصفية ثم بعاتكة ثم بأروى، ثم جاءت أم حكيم، جاءت أم حكيم البيضاء فنعت أباها ورثته برثاء ذكره ابن إسحاق وذكره ابن سعد، ذكر ابن عساكر وذكره ابن سعد، ذكر أنها قالت في أبيها كلام، لأنها كانت حسنة اللسان والكلام وكانت شاعرة، فقالت في رثاء أبيها: ألا يا عين جودي واستهلي، ألا يا عين جودي واستهلي، وابكي ذا الندى والمكرمات، ألا يا عين جودي واستهلي، وبكي ذا الندى والمكرمات، ألا يا عين ويحك أسعفيني بدمع من دموع باكيات. وجلست تقول أبيات في مدح أبيها ووصفه، ذكره بعض أهل التراجم لبيان أنها كانت شاعرة مجيدة. أقول: ما عرفنا متى ولدت أم حكيم البيضاء، ما نعرف مولدها. قيل إنها ولدت قبل صفية، وقيل إنها ولدت بعد صفية، وقيل نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، ازاي حضرتك يا شيخ سعد؟ حياك الله يا أخي. حضرتك أنا عندي سؤال لحضرتك. تفضل. بالنسبة لجماعة الصوفية، ما يفعلوه اللي هم بيسموه الذكر. نعم. طبعا احنا عارفين ان الذكر اللي هو لا اله الا الله محمد رسول، لكن هم الذكر عبارة بقى عن مديح، وعبارة عن يعني اعزك الله، فانا مش عارف يعني تقول ايه حضرتك في الكلام ده. اقول ان الله عز وجل امرنا بالذكر، وأمرنا بأن نكثر الذكر، وأخبرنا أن ذكر الله أكبر، فاذكروني أذكركم، وأمرنا ربنا عز وجل بذكره ذكرا كثيرا، ومدح المؤمنين والمؤمنات فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالذكر عبادة، هي عبادة لا تنقطع أبدا، عبادة لا تحتاج إلى زمان ولا إلى مكان ولا إلى طهارة ولا إلى شروط، بل هي عبادة دائمة لا تنقطع أبدا. فما دامت عبادة
إذن العبادة توقيفية، يعني لابد أن نعبد الله على صفة ما عبد رسول الله. فنسأل، هل نبينا، هل أصحاب نبينا، هل التابعون لهم بإحسان كانوا يفعلون ما يفعل الذاكرون الآن؟ إن كان الجواب نعم، أين دليلكم؟ وإن كان الجواب لا ندري، إذا نعود إلى أصلنا، إلى النبي. ما سمعنا أن النبي كان يجمع أصحابه ويقوم بينهم ويهز رأسه ويجتمع الرجال والنساء، ما سمعنا بهذا أبدا. بل إن ابن مسعود أتى المسجد فوجد جماعة يجلسون، بين أيديهم حصى أو نوى، فقال لهم ما تفعلون؟ قالوا نذكر الله عز وجل ويعدون. يقول واحد منهم كبروا عشرا، هللوا عشرا، سبحوا عشرا، كذا. فقال لهم عبد الله قوموا قوموا، لا تفعلوا هذا، ما فعله النبي ولا أصحاب النبي. قال لهم أرى أن تعدوا ذنوبكم، أحصوا ذنوبكم، لكن هذه الطريقة باطلة، وأبطلها ابن مسعود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك يا شيخ سعد؟ الله يحييكي. الله يديك الصحة يا رب ويجعلك في ميزان حسناتك كل اللي بتقوله ده يا شيخ سعد. آمين. بس سؤال، يعني هل سورة البقرة مستحبة تتقري كل يوم أو كل ثلاث أيام؟ ولو اتقري كل يوم فيها حاجة؟ وأسألك بالله تبالغني بالشفاء ويطلع من العملية سالم، وهو هيكلمك يا شيخ سعد. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ والحمد لله بخير ولله الحمد. أسأل الله عز وجل جد سعد إن شاء الله، والله لا يحرمنا دعائك يا رب. أنت كيف أنت مع أمك؟ الحمد لله بخير ولله الحمد. أبشر إن شاء الله، أبشر إن شاء الله بدعوة واحدة من أمك تغنيك عن كل شيء بإذن الله، ما دمت على صلة بها وبر بها فيكفيك دعوة من قلبها، والأم لا مثيل لها. فإن شاء الله أسأل الله أن يطمئن قلبك وأن يطمئن قلبها وأن يخرجك سليما معافا بحوله وقوته، وأن ينعم على جميع مرضى المسلمين بالعافية بحول الله وقوته، هو خير الغافرين. نعم، أقول السيدة أم حكيم البيضاء عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم تذكر كتب التراجم متى ولدت ولا متى ماتت، متى ولدت ولا متى ماتت. فقد سعيت في كل باب هنا وهناك لأعرف متى ولدت، لكن بعض أصحاب التراجم قال إنها ولدت بعد صفية، وقيل إنها ولدت قبل عبد الله، وعبد الله هو آخر أولاد عبد المطلب ميلادا، فهي أصغر بنات عبد المطلب، فهي أصغر من صفية وأصغر من أروى وأصغر من عاتكة وأصغر من أميمة وأصغر من برة، فهي أصغر بنات عبد المطلب. هذا إن أخذنا بالرأي الذي يقول إنها توأمة عبد الله. لو كانت توأمة، المعروف عندنا في كتب السير والتراجم أن عبد الله ابن عبد المطلب أصغر أولاد أبيه، آخر أولاد أبيه، وكان أحب أولاد أبيه إليه. فلو أخذنا بهذا القول فتكون أم حكيم أصغر أولاد عبد المطلب، فهي أصغر من كل البنات. قلت لكم لما علم عبد المطلب أنه ميت جمع بناته وقال لهم ابكين علي، ابكين علي حتى أعرف إذا ما مت كيف تقلن من بعدي. فقالت أم الفضل هذا الكلام، هذا الكلام الذي يدل على فصاحتها وبلاغتها. أنا وغيري إذا أراد أن يقول
مثل هذا الكلام ما استطاع، وهي امرأة بدوية عربية لم تتعلم، لكنها تعلمت الفصاحة والبلاغة والبيان والشعر لأنها نشأت في قريش، أصل العرب، معدن العرب. أقول أن الشاهد من كلامي على عمات النبي أنهن كن على علاقة طيبة برسول الله، وأنجبت كل واحدة أولاد. هؤلاء الأولاد منهم من أسلم ومنهم من جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أروى تقول لابنها طليب: يا بني ادفع عن ابن خالك، رد عن ابن خالك صفيته. كان الزبير ابنها حواري رسول الله صلى الله حواري رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخرجت لنا فارسا من الفرسان. هذه أم حكيم البيضاء، أنجبت لنا أروى التي أنجبت لنا عثمان، وأنجبت لنا عامر الذي أنجب لنا عبد الله. فعامر أسلم وعبد الله هو الأمير، وإذا أطلق لفظ الأمير ينساق إليه أو ينساق عليه، تعرف عن من نتكلم. وهذا الذي أريد أن أقوله: كيف كانت البيوت تتكون، كيف كانت البيوت تنشأ وتنشئ، كيف كانت تخرج لنا. وعاشت أم حكيم ما عاشت، ثم ماتت كغيرها من الناس، وهي بالطبع دفنت بمكة لأنها ما هاجرت ولا خرجت إلى المدينة، لأنها لم تدرك بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي بهذا تكون من أهل الفترة، من الذين ماتوا قبل بعثة النبي عليه أفضل الصلاة وأفضل السلام، لم تشهد ميلاد رسالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي الرابعة من عمات رسول الله، أم حكيم البيضاء، كنيتها أم عامر، تزوجت بكريز بن ربيعة ابن عبد شمس، أنجبت ثلاثة من الأولاد، أنجبت عامرة لهذا تكنى بأم عامر، وأنجبت أروى، وأنجبت طلحة. عامر أنجب عبد الله، وأروى أنجبت عثمان ابن عفان، لأن أروى هذه تزوجت بعفان ابن أمية ابن عبد شمس، عفان ابن أمية، فأنجبت عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عاشت ما عاشت، وشهدت موت أبيها، ورثت أباها، ثم ماتت. وأنا أقول ننتقل إلى عمة أخرى من عمات رسول الله، لنعيش مع بقية عمات النبي صلى الله عليه وسلم، لننتقل إلى موضوعنا الآخر، موضوع لا نساء بيت النبوة فحسب، بل نساء المسلمين مع صانعات الأبطال، مربيات الأجيال. إن شاء الله نلتقي ونستمتع، لنستمتع بالمرأة في الإسلام، ونتكلم عن عظمة الإسلام، وكيف ربى لنا النساء، وكيف اهتم بشأنهن، حتى لا يزعم زاعم زعما باطلا أن الدعاء أو الإسلام يحارب المرأة ويبغض المرأة ويكره المرأة ويحط من قدر المرأة ما ارتفع شأن المرأة إلا بالإسلام وفي الإسلام. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يجمعني بكم في لقائنا القادم، وقد أنعم علينا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، بنعمة العافية في الدين والدنيا في جميع الأحوال. أسأل الله أن يجمعني بكم في الأسبوع القادم، وقد أرخص لنا الأسعار حتى يرضى الناس
ويعيش في أمن وأمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات.